يعني حقيقة مرت صفحة التفلس بالشمال وسط الجزائر كاين عدة أسباب، من أهمهم يعني البطالة. ما نشوفوا الشباب يعني ساعات الوقت يعني الخدمة ما كاش، لو نقصت بزاف قليل ونلقى واحد جون خدام ويعني قادر على المسؤولية، قادر على الحياة الزوجية، قادر على بزاف الفايس. كما ثاني يعني المهر زاد بزاف، بنات ولو ثاني يتقل شوية 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 بزاف، يعني بدات جون حبة الحياة المثالية. يعني مع المعيشة اللي غلات وبدا يعني شوية الإنسان يعني ينقص شوية من نقولوا ينقص من روحه ثاني باش يقدر يعيش. صحتي كشابة جزائرية في الزواج إن شاء الله، شنو معناها أهم الشروط اللي راح تشرطيها في الزوج المستقبلي؟ خدمة، أهم حاجة هي الخدمة، باسكو لافينيغ هو الصح. يعني ما تقدرش تعيش بلا دراهم كما يقولوا، ماشي شرط يكون مال كبير ولا تكون شهريه كبيره، لا في تكون كبيره ولا طالعه، مي ليسونسيال تكون مضمونه. انا حبذا لو تكون خاصه بالدوله، يعني تكون لاسيرونس.